اقتصاد في الكهرباء والمصاريف ولضمان إنارة جيدة. شرعت العديد من بلدية العاصمة في تركيب إنارة عمومية بتقنية اللاد. بلدية سحاول غرب العاصمة من بين أولى البلديات التي انطلقت في المشروع، أين خصصت ميزانية كبيرة لها. خصت ميزانية الولاية ما يعادل 1 مليار دو دينار pour l'exploitation de la technologie LED. أكو شفتوا في بعض الشوارع الكبرى من ولاية الجزائر، كاين هناك شوارع الآن عم يستعملوا لا تكنولوجي لاد. هذه الطاقة هذه الاقتصادية الدولة خصصت لها 1 مليار دو دينار بور لي بروجي تاع لا ميزون بلاس دو لا تكنولوجي لاد او نيفو دي كارتي دو لا ولاية دالش. كلفنا الخزينة خزينة الولاية على كل حال بيسي دي مشكور الوالي، أعطانا تقريبا 1 مليار و 800 فيها تقريبا 4 كيلومتر. كاين الجزء الثاني وطونش الدوزيام ايضا مولد بالحاج منا تروح حتى لوطور تاع باب علي وتسقى منا مليار و300. كاين ايضا زوج ملاير و800 ايضا اعطاهم لنا الوالي مشكور ما بين دخله تاع باب علي حتى الولاد بالحاج. مصابيح اقتصاديه تنير طريق الماره، وفي حال حدوث عطب في احد مصابيحها الثلاث المتواجده بها فنورها لن ينقطع. الميزات تاعو ايكونوميك ما زي اقتصادي، البلديه ما تزيدش تصرف بزاف كما كانت تصرف في الاناره اللي قبل، وميم طون ليكليراج تاعو الاناره تاعو تكون اكثر من الاخرى. كيما هادو هنايا كاين تشوف كاين ثلاثه وحدات، كل وحده فيها 60 واط، تسمى في ثلاثه كاين 180 واط، وكل وحده فيها ترونسفو تاعها، تسمى كي تروح تحرق وحده يبقاو لك زوج، تسمى دائما تبقى الاناره كاينه. ومن طوما من الضوء تاعو مليح في العينين، الناس كي تمشي يكون باهي بيض كل شبه. مبادرة تعود على البلدية بالفائدة وتنقص عليهم كاهل فواتير الكهرباء التي كانت تدفعها سابقا، فهل ستقتدي بها باقي البلدية الأخرى من أجل توفير المال العام، خصوصا وأن ولاية الجزائر وراء دعمها بتخصيصها مليار دينار للإنارة العمومية سنة 2019.